يعني 7 سنوات على جريمتي الاغتيال، يعني بين فبراير ويوليو كان أشهر قليلة أساسا بين الجريمتين، وكل الجريمتين مضى عليهما 7 سنوات. إلى أي درجة هناك تغلغل واختراق في الجهاز الأمني والجهاز القضائي حتى لا نصل إلى أي نتيجة مرضية خلال 7 سنوات؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم. حياك الله. فعلا هنا ربما أعود إلى أحداث قديمة، وقمت في سنة 2012 بأول مؤتمر حول الاغتيال السياسي زمن الاستعمار، وكنا تعرضنا إلى فرحات حشاد والمهدي بن بركة ودعوت آنذاك، وكأننا نستبق الاغتيالات السياسية آنذاك. وقمت بهذا المؤتمر بمعية الاتحاد العام التونسي للشغل، وبعد تقريبا شهرين تم اغتيال المرحوم شكري بالعيد، ثم في شهر 7 يعني في عيد الجمهورية 25 يوليو تم اغتيال المرحوم محمد البراهمي. الاغتيالات السياسية وصلنا آنذاك إلى يعني خلاصة، وهو أنه لا توجد وثائق مكتوبة في أوامر القتل السياسية. إذن ماذا تبقى؟ إلى اليوم مثلا موضوع فرحات حشاد، وكذلك توليت هذا الملف واغتيال المرحوم والمناظر فرحات حشاد منذ 1952، لكن ما نقوم به نحن كمؤرخين وزملائنا من المحامين يعرفون جيدا المنهجية، هي محاولة تقاطع أو مقاطعة المعلومات وتجميعها لنرى يعني تشابك الأطراف في تنفيذ تلك العملية، لأن المنفذ هو يخضع بالأساس إلى أوامر فوقية، هو لا يقوم بهذا العمل الغادر من تلقاء نفسه، بل هناك أوامر سياسية، وهذا نسميه اغتيال سياسي. في هذا الملف بالذات يعني يصعب أن نجد وثائق مباشرة تعطى من الآمر بالقتل إلى منفذ العملية، فبالتالي ما نقوم به وما تقوم به الهيئة وهو ولكن يعني مصطفى خضر هو قيد الاعتقال وتم اتهامه رسميا بجريمة اغتيال الشهيد شكري بالعيد، وأيضا هناك عامر بالعزي الذي أخفى المسدس في جريمة اغتيال البراهمي وبالعيد، ومحمد العكاري الذي شارك في جريمة الاغتيال. إذن هناك معطيات كثيرة واضحة وهناك متهمين قيد الاعتقال، يعني هذا يدفعنا ليس فقط الحديث عن اختراق في الجهاز الأمني، لا أيضا في الجهاز القضائي. فعلا يعني وهنا نتساءل إلى اليوم غياب هذه الإرادة أولا السياسية في فتح هذا الملف، يعني مهما كان المتهم. ثانيا الجهاز القضائي ومحاولة وما تحويل القضية من محكمة تونس، وهذا شرف لهيئة الدفاع عن المرحومين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، من تونس إلى أريانا، ربما هذا سيحلحل أو يحاول يعني دفع بالملف إلى العمل الجدي. هذا التحويل فقط تم في قضية الجهاز السري لحركة النهضة، ولم يتم في قضية جريمتي اغتيال الشهيدين بالعيد والابراهيمي. وهنا اتحول الاستاذ